الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة بنوتوكس العربية في تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد. سنتعرف اليوم على برنامج لمشاهدة مقاطع اليوتيوب وكذلك التحميل ومزايا أخرى. في البداية وكما جرت العادة سنفتح F-Droid من خانة البحث، نكتب New أو نكتب بيب نيو بيب، هذا هو الاسم نيو بيب لايت ويت يوتيوب فرانسيس. نقوم بتثبيت البرنامج، انا ثبته من قبل. معلومات حول البرنامج: ليسنس جي بي اي 3 اند بلاس، سورس كود، صلاحيات معقولة مع اختصاص التطبيق، منها الوصول الى الانترنت والوصول الى الذاكرة الداخلية، وذلك من اجل تخزين الفيديوهات عند التحميل. بعد التثبيت نفتح البرنامج. الآن يمكن تشغيل الفيديو. يمكن اختيار الجودة من هنا، وكذلك يمكن تصغير الفيديو للمشاهدة والعمل على الهاتف في نفس الوقت. السلام عليكم. يمكن مثلا الخروج والتصفح عبر الهاتف، العمل عبر الهاتف ووضع الفيديو. ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يمكن العودة إلى التطبيق مرة أخرى. كيف الجاي هكذا. نقوم بالضغط على هذه الأيقونة، ومن خلالها يمكن تحميل التطبيق كما نشاء بأي صيغة نود، واختيار الجودة والصيغة سواء كانت مرئية أو صوتية، والضغط على أوكي. من هنا كما ذكرت يمكن وضع في وضعه بوب لنقله حيثما نريد، أو في الباك جراوند ليتم العمل في الخلفية إن أردنا. الآن أصبح الفيديو في الخلفية، أردنا العمل به نزيله، سنرجع إلى الوضع العادي والبوب أب كما ترى يكون فيديو مصغر. شكرا لكم على حسن المتابعة، أتمنى يكون الدرس مفيد، وأتمنى دعمكم بالقناة بالاشتراك وترك تعليقاتكم وإعجاباتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.